قعدت 4 سنين بمتحن الفاينلز بتاعت الجامعة في رمضان. تخيل كده، 4 سنين بتمتحن الامتحانات اللي هتحدد انت هتنتهي تدريبك في مستشفى ايه وفي تخصص ايه، والكلام ده كله في رمضان. فهل يا ترى الموضوع ده كان نتيجته عليا ايجابية ولا كانت نتيجة نيجاتيف وحشة جدا؟ تعالى فاجئك واقول لك المذاكرة في رمضان if done correctly، لو اتعملت بطريقة صح، بتبقى احسن من المذاكرة بره رمضان بكتير. ليه؟ لان انت في رمضان حد حياتك organized، كلنا بنبقى عاملين حسابنا هنقعد نفطر في الوقت ده، كلنا بنبقى عاملين حسابنا هنبطل ناكل في الوقت ده، كلنا عاملين حسابنا انه الاكل والشرب والاهم من الاتنين دول الكافيين انتيك، الكافيين اللي انت بتاخده في يومك قهوتك شايك هيبقى وقته امتى. وده خليني اقول لك ان نتيجته على البيولوجيكال كلوك بتاعتك جميل جدا، لانه بيخليك تافويد حاجه اسمها الكافيين كراش، لانه اللي الناس بتعمله مثلا في يومهم العادي اللي هو يصحى يشرب مثلا شاي الصبح او نسكافيه الصبح، على فكره ده غلط جدا. انت في الصح انه ما ينفعش تشرب نسكافيه او شاي قبل ما تصحى بساعتين. ليه؟ عشان ده بيعمل لك حاجه اسمها الكافيين كراش. حاجات بقى شغل بيولوجي ربنا معاكوا فيه يعني، لكن النتيجه بتاعته ان هو اكشلي بيخليك تتعب بدري وتكراش بدري. مش محتاج انا افكرك طبعا بقى انك انت في رمضان بتبقى ماشي عمال، هنا عامل بره رمضان انا اسف، بتبقى عمال شغال ايه؟ طب اما اعمل بس كوبايه شاي وارجع اذاكر، اما اعمل بس لنفسي سندوتش صغير عشان ما اجوعش. وده طبعا بيبقى فيه تضييع وقت كتير وتسويف مش طبيعي، فميزه رمضان اللي بيخليك تافويد كل ده. لكن يبقى هنا سؤال مهم قوي، طب انا في رمضان هذاكر امتى؟ بص يا باشا، في رمضان انت عندك تو اوبشنز في المذاكره، يا اما انك انت في خطه معموله لو انت مورنينج بيرسون، حد بيحب يذاكر الصبح اكتر، ولو انت في حياتك العاديه يور نايت بيرسون، حد بيحب انه يسهر ويذاكر بالليل، ده بالنسبه له بيبقى انسب. لو انت شايف نفسك a morning person فانصحك ان يومك يمشي كالاتي. اولا هنبدا اليوم في الحالتين من السحور، فانت هتتسحر، ولو انت morning person اشرب الشاي بتاعك او whatever قبل الفجر طبعا، وبعدين صلي الفجر وابدا ذاكر. هتلاقي انك انت على وقت انك تروح المدرسه لو اليوم ده عندك فيه مدرسه، قضيت ساعه ساعتين حلوين. فهتقضي ساعتين حلوين، تروح المدرسه، ترجع المدرسه، اول ما ترجع نام. تمام؟ فانت لما تقوم راجع وتنام هتلاقي نفسك انك انت فور اكزامبل صحيت، لو صليت العصر ونمت قول انك انت هتصحى قبل الفطار بساعة مثلا او حاجة، اقعد الساعة دي حضر مع اهلك الفطار، ظبط دنيتك، قول الاذكار، اعمل العبادات بتاعتك في الوقت ده، وبعدين افطر. فطرت مع اهلك، صليت العشاء والتراويح، حابب انك انت تذاكر ساعة كمان اوكي مش قادر، يبقى خلاص صلي التراويح، هي هتخلص كده كده على الساعة 10:30 لا تساي 11 بالكتير، ونام لحد السحور، عيد يومك تاني. يبقى انت هتتسحر، تصلي الفجر وتذاكر، بعدين تروح المدرسة، ترجع تنام، تصحى تلاقي نفسك قبل الفطار بشوية صغيرين، تفطر وتصلي العشاء والتراويح وتنام. يوم منتظم يعني معمول بطريقة كويسة جدا، الدنيا فيه لطيفة، وهتلحق تعمل لك ساعتين تلاتة مذاكرين حلوين. طيب لو انا، لا انا حد اصلا هو I'm a night person، في الحالة دي يا باشا انت نشن ان وقت المذاكرة الاساسي بتاعك يبقى من بعد التراويح لحد السحور، في دول في ساعتين تلاتة حلوين وهتكون فايق وشارب النسكافيه بتاعك والدنيا زي الفل، فان ذيس كيس هيبقى وقت كويس جدا انك تذاكر فيه. يبقى في الحالة دي انت هتتسحر، تنام عامة بعد ما تتسحر لحد وقت المدرسة، او لو انت في المدرسة اقول لو انت مثلا في اليوم ده اجازة اقول لحد صلاة الظهر، بعدين هتقوم عادي خالص تروح المدرسة ترجع. تمام؟ حابب تنام تاني بعدها نام عادي خالص لحد الفطار، افطر التراويح، وبعدين تقعد تذاكر لحد وقت السحور، وتكرر اليوم ده تاني. لو انت مشيت بسيستم من دول صدقني انت الموضوع هيبقى بالانسد والموضوع هيبقى لطيف جدا. استغلوا رمضان يا شباب، رمضان في المذاكرة فعلا فعلا شهر جميل جدا، والأهم من المذاكرة في العبادات، رمضان أحسن فرصة إن يبقى عندك إنك تبقى حاسس إنك قاعد في وسط كوميونيتي كله حريص في الصحر في الشهر ده إنه يمبروف، كله حريص في الشهر ده to become a better person. فاحرص على الفرصة دي، الله يكرمك. أشوفك على خير يا شباب إن شاء الله. سلام عليكم.